هي ان التصرف متباين، لان لو غيرت قيمه فتحه البوابه هيتغير كميه التصرف، لان كميه الكيو اللي مش عندي اكتر، خلاص كده؟ على عكس الهضاد ان من عيوبه ان التصرف ثابت، اللي هي مش مهندس في العادي الرقم ده ثابت. الميه جوه الكنل بيبقى دايما ثابت. فانت بتعمل الهضاد بيبقى الكريست بتاعتي ثابته، مفيش حاجه اسمها ان الهضاد الكريست عاليه وواطيه. خلاص كده؟ فالكريست دي بتبقى على مقصود ثابت، فالهيد ده ثابت. فبما ان الهيد ثابت فالتصرف هنا ثابت، ودي من عيوب الايه؟ الهضادات، ان مفيش فيها تحكم في التصرف، ان التصرف يبقى متغير، ولكن انت بتتحكم في التصرف اللي بيعدي هو قد ايه وخلاص. طيب، تاني ميزه من مميزات الريجليتور هو ان اثناء الفيضان يتم فتح البوابات تماما، فلا يتأثر المنشأ بالفيضان. البوابة دي احنا هناخد ازاي بنصممها؟ وهتعرف ان احنا بنصممها على الووتر بريشر. فمثلا الووتر بريشر عليها اهو، فاللي هيحصل يا هندسه لو حصل فيضان، يعني ايه فيضان؟ كلمه فيضان هو مجرد ان ميه منسوبها اعلى من اللي انا مصمم عليه. فلو او ما صح منسوبها اعلى من اللي انا كنت عارفه. فالمنسوب ده لما يعلى اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان مثلث الميه هيزيد. طب لو مثلث الميه زاد ايه اللي هيحصل؟ هياخد البوابه معاه في سكته ويمشي. طب لو انا فتحت البوابه خالص وفتحت وسمحت للميه انها تعدي عادي تمشي عادي ولا ايه؟ ولا حد هيعترض. اصبح دلوقتي ان الايه؟ الخوف او الفير على البوابات اقل. البوابه دي ممكن تطلع لفوق خالص، ممكن حتى تشد ساعه الايه؟ ساعه الفيضان. طب انا هعرف منين في فيضان؟ ما انا خلاص ما الفيضان مش هيحصل عندنا. الفيضان ده بيبقى حاصل من ايه؟ من بدري، من بدايه الاستريم، من بدايه الايه؟ الاستريم. فهو حتى لو عمل مشكله مع القنطره مثلا اللي في اول قناطر مثلا بعيد عندي خالص بيبقى بعد 100 كيلو، على ما الفيضان يوصل لك كلنا فتحنا كل الايه؟ البوابه. طيب انما هنا العكس، ان اثناء الفيضان يحدث او يعترض الهضاد الفيضان فقد يؤدي لانهيار. ان هيحصل ان منسوب المايه هيعلى قوي، فمنسوب المايه اللي هيعلى قوي الووتر بريشر اللي على الجسم ده هيكون اكبر من ايه؟ اكبر من اللي كان موجود قبل كده. فساعتها ممكن يحصل كسر في المنطقه دي وياخد الهضاد معاه وهو ماشي. خلاص؟ فالهضاد ما بقدرش ان انا اتصرف معاه في حاله وجود ايه؟ الفيضان. طيب طب احنا ليه بقى بما ان الموضوع بالمنظر ده ما لقيناش المنطقه خالص وبدانا نشتغل في المناطق؟ قال لان المنطقه ليها عيوب. اول حاجه ان التكلفه عاليه، تكلفه الانشاء عاليه، لان ايه؟ هي عباره عن يبقى لها حيطه يمين وحيطه شمال، غالبا الحيطان دي بتبقى مخصصه مسلحه، خلاص كده؟ وبعدين عشان هي بتبقى سبورت للبوابه والبوابه عليها قرص بشر، غوطه بشر. وبعدين البوابه ذات نفسها من الستيل غالبا، النظام اللي بيفتح ويقفل البوابه بيبقى مكلف. في انظمه بتبقى زي الريدوال جيت بتبقى رخيصه، ولكن في بعض الانظمه الثانيه بتبقى ستيل جيت دي بتبقى غاليه، اللي بتطلع وتنزل بأمواج. الريدوال جيت بيبقى فيها نظام زي فلوت اند كده اللي هو بيتحكم في منسوب الميه. دي ممكن نبقى ايه؟ نبقى نشرح ازاي ايه او ايه هي انواع الجيت. طيب بس في الاول وفي الاخر نتيجه البوابات والخرسانه المسلحه هي عمر ما هيبقى تكلفتها زي تكلفه الايه؟ الهضاد. لان مميزات الهضاد المميزات بتاعت الهضاد ان التكلفه قليله. طيب من عيوب الريجليتور، من عيوب الريجليتور انه محتاج الى صيانه دوريه، زائد ان تكاليف صيانته عاليه. طب ليه بيحتاج لصيانه دوريه؟ انت عندك دلوقتي الكريت اللي بيرفع وبينزل الايه؟ البوابات ده بيحتاج صيانه كل فتره، زائد ان البوابات دي ممكن لو حصل فيها اي تآكل او صدأ او الكلام ده بيتم معالجتها اول باول. الكلام ده بيبقى صيانته بيبقى صعب، بيبقى بالنسبه لي مكلف، على عكس الهضاد، ان الهضاد ما بيحتاجش لصيانه، لا يحتاج الى صيانه كتير وصيانته تكلفتها قليله. اخرك ايه؟ اخرك ان الميه لما نزلت هنا عملت لك شويه نحر كده في الخرسانه، كل خمس ست سنين مثلا حصل نحر 2 3 سم 4 10 سم، هات شويه مونه وحط ايه؟ هتغطي المنطقه دي، صح كده؟ حصل تاكل مثلا في الانفرتر فلتر اللي ورا، خلاص كده عوضت الانفرتر فلتر تاني وهكذا، ماشي؟ حصل مثلا
شرخ او حصل هنا مشكله مثلا، قال لك لا بتعوضه مفيش فيه ايه مشكله. شرخ الجسم الهضاب ذات نفسه احنا الشرخ وصلت، يعني التكلفه بتبقى قليله والصيانه اصلا ما بتبقاش. طيب فده من اهم الاسئله اللي انت بتتسالها، ايه هو الفرق بين الريجليتور والهضاد، او ايه مميزات الريجليتور عن الهضاد، او مميزات وعيوب الريجليتور. طيب النوع الثاني اللي هو التايبس اوف ريجليتور اند اتس فانكشن، ايه هي انواع الهضاد وفايده كل ايه انواع الريجليتور الامطار وفايده كل امطار. قال لي بص، انت دلوقتي عندك يا باشمهندس لما يكون عندك قطعه رئيسيه من كنل بتدد برانش كنل ولي سكندري، وهنا مثلا ديريك مصر، لو عندك منظر بالشكل ده طب يبقى اول حاجه انت عندك التصرف ده، المفروض ان التصرف اللي ماشي هنا انت عايز تقول ان التصرف هنا كميه معينه، عايز هنا يكون في تصرف وهنا يكون في تصرف. فعشان توزع التصرفات دي تعملها ازاي؟ قال لي تسيبها سلاح مداح كده، قال لي ما ينفعش، قال لي امال بنعمل ايه؟ قال لي بنعمل هنا ريجليتور هنا اسمها دايفرجن ريجليتور، دي عباره عن أمطار التوزيع. أمطار التوزيع، أمطار التوزيع اللي بيحصل كالعاده انها بتعدي كميه ميه معينه، يعني انا جاي لي هنا 100 متر مكعب، فلو عديت 40 هيبقى 60، غالبا ال 60 هيدخلوا هنا، ولكن برضه ما ينفعش اسيبها منها لنفسها، لان ممكن يحصل غلطه في الدايفرجن ده ان ال 40 تبقى 30، فاللي يدخل هنا 70. قال لي لا ما ينفعش، ما هو هنا برضه لازم اعمل حاجه اسمها هيد ريجليتور عشان اتحكم في كميه التصرف اللي داخله جوه الترع. يبقى ايه الفرق ما بين الدايفرجن والهيد؟ الدايفرجن دي بتتعمل على الترع الرئيسيه فقط، مجرد ان وظيفتها هي توزيع التصرف، هي توزيع التصرف، على عكس الهيد. الهيد بتتحط على اول الترع الفرعية، سواء هنا سواء هنا، أي طلعة فرعية لازم في البداية هي الجليتور اللي أنت كنت بترسمها زمان كده، دي وظيفتها إنها تتحكم في كمية المية. أنا بضمن لنفسي إن اللي داخل هنا 60 مش أكتر، إن اللي داخل هنا 60 مش أكتر. طيب يبقى أنا لما أظبط الاتنين دول بالدايفرجن وبالهيد ريجليتور يستاهل إن أنا أعمل هنا كده ترع هيد ريجليتور، سوري الريجليتور. الريجليتور دي بنسميها انترميديت ريجليتور. الانترميديت ريجليتور دي وظيفتها ايه؟ قال لي تنظيم المناوبات وفي حاله الدروب في البيت. يعني ايه في الدروب في البيت؟ انت لما بيكون عندك تغير في البيت او ان خط الميه اتقطع مع خط القاع، فبتنزل مع ايه؟ مع خط الميه القاع، صح؟ ايه؟ خط الميه. انت المفروض لما جيت ترسم الساينوبتيك في سنه ثانيه رسمت خط الارض وبعدين نزلت مسافه الرفع، فنزلت مسافه الرفع ترسم خط الميه، لما بيحصل كده تقول ان احنا لازم نعمل ايه؟ نعمل هنا دروب كده. طب الدروب ده بتعمله ازاي؟ يا اما عن طريق الايه؟ الريجليتور، او عن طريق الايه؟ الهضاد. طيب ايه اللي يحكمك في الريجليتور وايه اللي يحكمك في الهضاد؟ المزايا والعيوب والتصرفات ازاي؟ انت عندك من مميزات الهضاد مثلا ان هو يصلح في الانحدارات الشديده، ان لو عندك انحدارات شديده ينفع تستخدم الهضاد احسن من الريجليتور، لان الريجليتور لا يصلح في الانحدارات الشديده. فانت لو عايز يبقى عندك دروب هنا، طب الدروب ده تعمله ريجليتور ولا تعمله وير؟ على حسب، هو انت بتتحكم في كميه المايه اللي بتعدي؟ ما انت لو بتتحكم في كميه المايه اللي بتعدي عشان في حاجه اسمها منوبات، مش انت لما يكون عندك هنا كده بتقسم الترعه بتاعتك لحبس اول وحبس ثاني وحبس اخير،
فبتقوم حاطط هنا امبير وتقوم حاطط هنا امبير. طب ليه امبير يا باشمهندس مش ريجليتور؟ اقول لان انت مثلا المفروض لو انت عايز تروي المنطقه دي خلاص تقوم تعدي من هنا وهنا نفس التصرف صح؟ يعني المنطقه دي عايزه تصرف 50 والمنطقه دي عايزه تصرف 50 والمنطقه دي عايزه تصرف 50. فوانت بتلوي الاول بتقوم تعدي من هنا ل 50 ماشي كده؟ طب لو مثلا دي خلينا الكميات خليها مختلفه عشان ما يبقاش الكلام كله يعني. لو دي مثلا عايزه 100 ودي 50 ودي 25 يبقى انت لو في المناوبه الاولى لو في المناوبه الاولى انت بتعدي دي على اساس انها تعدي لك كام؟ 100 صح كده؟ ودول ودول مقفولين. لو انت في المناوبه الثانيه فانت بتخلي دي تعدي 50 ودي تعدي المره دي 50. لو انت في المناوبه الثالثه بتعدي من هنا 25 وهنا 25 وهنا 25 يبقى هنا ما ينفعش هضار. ينفع هضار؟ ما ينفعش لان المره ده بيعدي 50 وده مره بيعدي 25 فالتصرف متغير فما ينفعش الهضار. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى الانترميديت جريتور هو وظيفته انه التحكم في كميه التصرف في حاله كل المناوبات او في وجود ضرب في الايه؟ في الخط. اخر نوع من انواع الريجليتور هو الاند ريجليتور اللي في الاخر او بتسميه الاسكيب ريجليتور. ده عامل زي التلسكيب وظيفته هو الحفاظ على منسوب الميه وفي نفس الوقت تفريغ الترعه في وقت معين. بمعنى ان انا لو عندي ميه بالمنظر ده كده فانا عندي لو دي ترعه فانا عندي هيد ودي فالهيد ريجليتور عباره عن بوابه والتيل ريجليتور عباره عن بوابه والسكيب ريجليتور بوابه. فاللي هيحصل كالاتي افرض ان البوابه دي فتحتها زادت فسطح الميه هنا زاد لما سطح الميه يزيد اقوم فاتح البوابه اللي في الاخر تعدي لي كميه ميه تخليها ترجع تاني زي ما كانت. لو انا عايز ابدل البوابه فرط معين هقفل دي اسف ابدل الترعه فرط معين هقفل الترعه دي صح كده واخلي ده كله يعدي عن طريق ان انا افتح البوابه ايه؟ البوابه دي خالص. يبقى هي نفس النظريه او نفس فكره الايه؟ التلسكيب خلاص كده؟ طيب السؤال الثالث اللي بيجي في الجزئيه دي ان هو بيقول لك ايه هي الكومبوننتس اوف ريجليتور. ده من الاسئله المهمه جدا اللي بتيجي كتير. ايه هي المكونات بتاعه الريجليتور؟ والله الريجليتور ده عباره عن كميه الميه اللي ماشيه في الترعه عايز اتحكم فيها. طب اتحكم فيها عن طريق بوابات. قال لي خلاص يبقى انا هقوم جاي عامل حيطه هنا ما ترسمش دلوقتي. لو حد بيرسم ورايا ما يرسمش عشان انا هعمل شويه حاجات دلوقتي. هعمل حيطه هنا وهعمل حيطه هنا. لا هعمل حيطه فوق وهعمل حيطه تحت. وما بين الحيطه دي والحيطه دي هنبدا نعمل هنا اهو مجرى كده ومجرى كده. فكرة المجرى دي انت فاهمها كويس المفروض من السنة أولى صح كده؟ اللي انت عندك حيطة عاملة كده وحيطة تانية عاملة كده فانت بتعمل مجرى هنا وبتعمل قصادها مجرى هنا وما بين الاتنين دول بتقوم عامل هنا البوابة بتاعتك خلاص كده؟ طيب فانا بعمل مجرى هنا ومجرى هنا عشان احط البوابه. الفكره يا باشمهندس ان انت عايز تتحكم في كميه الميه فانت المسافه ده ايه؟ انت بتتحكم فيها. طيب انت بتتحكم فيها على اساس كميه الميه اللي هتعدي. طيب ما ممكن البوابه اللي هنا تبقى كبيره، البوابه دي بتبقى من الستيل وضغط الميه عليها بيكون كبير فهتبقى بالنسبه لي مكلفه. قال لي فالمفروض ان الاسبان بتاع البوابه دي ما يزيدش عن رقم معين، تقريبا 6 متر. تقريبا 6 متر. فالمفروض ان انت لو المسافه دي زادت بتضطر ان انت تعمل هنا اهو منشا. المنشا ده الوظيفه الاساسيه بتاعته هي ايه؟
ريمونت وظيفه اساسيه بتاعته ان هو بيقسم لك الايه الفتحات الى اثنين خلاص او ثلاثه او اربعه او خمسه زي ما يحصل عشان الاسبان بتاع البوابه ده ايه ما يبقاش كبير. الاسبان بتاع البوابه دي ما يبقاش كبير. ماشي يا جماعه؟ طيب فده بالمنظر ده كده. طيب هي الفكره ايه لازمه اصلا الحيطه دي تخلي او ليه الحيطه واخده الشكل ده؟ قال عشان تجبر الميه اللي ماشيه في القطاع ده اهو انها تدخل جوه الفتحات. لان لو جيت خدت بالي ان شكل الكلام ده في ايه؟ السايد فيو ان القطعه ماشيه بالمنظر ده مش مهم. ده في السايد فيو. فالمفروض ان انت بتعمل حيطه هنا كده تسد لك المسار ده، وحيطه هنا كده تسد لك المسار ده، وادي الحيطه اللي في النص عشان تعدي كميه المايه ده. طيب دلوقتي انت عندك تعمل الانطار بيبقى عندك حيطه فوق وحيطه تحت وحيطه في النص، فده بيبقى مكان حلو جدا ان احنا نعمل كوبري. ليه؟ ما هو الكوبري لو تفتكر اي كوبري من كباري السنه اللي فاتت هو حيطه يمين وحيطه شمال وحيطه في النص، فانت الثلاث حيطان دول انت هتعملهم مجبر مش بمزاجك، يبقى تكلفه الايه؟ تكلفه البلاطه الخرسانيه خلاص بالنسبه لك حاجه بسيطه خالص، تمام؟ احسن ما تيجي تختار ان انت تعمل كوبري في منطقه ثانيه وتعمل نفس الثلاث حيطان، فقال لك ان انت بتعمل هنا كده كوبري مع المنشا ده كده عباره عن هاند ريل عباره عن سايد وول، بس لانه كوبري اصبحت الحيطه دي لازم تكون كبيره شويه عشان تتحمل ضغط التراب ده اولا وحمل الكوبري ده ثانيا. ضغط التراب ده اولا وحمل الكوبري ده ثانيا. فبنقول ان انت عندك الحيطه دي تبقى كبيره بالمنظر ده. بعد كده بنعمل الجروف ده اهو بالمنظر. السؤال ده هو الوظائف دول يا باشمهندس انت بتعملهم على اساس ايه؟ الوظائف اللي انت بتعملها دي انت بتعملها على اساس ايه؟ قال لي بص يا سيدي الجروفز اللي انا بعملها دي بعملها على اساس ايه؟ اول حاجه البوابه دي وظيفتها هي التحكم في كميه التصلب، صح كده؟ فانت عشان تتحكم في كميه التصلب بتقفل البوابه دي. طيب وبتقفل معاها البوابه دي كمان. يبقى المفروض انت بتعمل ايه؟ بتقفل معاها البوابه دي، بس هي البوابه دي بتتقفل ليه؟ ما هو كده كده التصلب اللي هيعدي خلاص كده التصلب اللي هيعدي هيعدي من البوابه دي. قال لي لان انا لو البوابه دي فيها مشكله خلاص حبيت اعمل لها صيانه هضطر ان انا اقفل من قدامها ومن وراها، يبقى دي تعتبر بوابه للصيانه ودي تعتبر بوابه للايه؟ للصيانه. طيب البوابه دي هي البوابه الرئيسيه دي المين جيت دي اللي احنا بندرسها وبندرس ازاي ان احنا ايه؟ بنصممها. طيب السكندري جيت دول بيبقوا عباره عن ايه؟ بنقوم جايين عاملين في لوح خشب ننزلها جوه الايه؟ جوه الجروفز دي بحيث ان احنا نسد المنطقه دي. طب يعني ينفع البوابات كلها تبقى خشب؟ قال لي لا، هو لو البوابات خشب بيبقى صعب ان احنا نطلعها وننزلها، انما ساعه الصيانه خلاص مش مشكله، هي دي الصيانه انت بتعمل صيانه مثلا كل سنتين ثلاثه مره ماشي مش هتفرق معاك لما تعمل جروف خشب. يبقى ده السكندري جيت ودي المين جيت. طيب ده الكوبري بتاعي وده البير ودي الاوبننج وده اللي اسمه الوينج وول. يبقى لما نيجي نقول ايه الكومبوننتس بتاعت الكوبري، اول حاجه البير وتاني حاجه هو الوينج وول. طيب مهم جدا على فكره انك تعرف فين كل واحد فين. طب الوينج وول وظيفتها ان سند تقريبا سبورت للمين؟ البوابه. يبقى سند تقريبا زائد سبورت البوابه، ده اول حاجه.
تالت حاجة أو كبير الأول، كبير وظيفته إيه؟ تقليل الإسبان، تقليل الإسبان وسبورت للبوابة، وإيه كمان؟ وسبورت الكوب. طيب كلام جميل. وبعدين الأبطمنت، الأبطمنت صندق الطيبة وسبورت الكوب. طيب رابع حاجة الكوب ذات نفسه، وخامس حاجة هي الجيت البوابة اللي بتعدي المية بتاعته. الكلام ده شكله بيكون في الإليفيشن بيكون جدا. فانا يهمني قوي ان اقول ان هو ده شكل ليه، ده الشكل. طبعا الحتة دي ممكن تعمل كده وممكن تعمل زي دي كده عادي مش مشكلة. خلاص فانت دلوقتي بتيجي تقوم قايل ده شكل الايه، ده شكل الجريتون، وطبعا في هنا شكل الايه الكوبري ده، لان ده بيبقى من الخرسانه المسلحه. ليه؟ انت درست ثلاث انواع من الكباري، ارش وار سي وولد ستيل. طب انا ايه اللي يخليني اعمل وولد ستيل؟ وولد ستيل ده بيبقى حاجات المعقده صح؟ هو ايه اللي يخليني برضه اعمل ارش؟ هو اصلا الماتش كله انت اقول لاخو يبقى خرسانه مسلحه، فانت ممكن تبين ان هنا في عندي كاميرات بتبان معايا. على حسب المكونات برضه ممكن، ولكن الاسبان اللي هيحصل كده ان انا كمان شويه هقول لك ان المسافه دي اسمها اس خطه من 4 ل 6. فمن 4 ل 6 بيبقى 100 جنيه، لان المفروض ان الار سي سلاب، لو سلاب مايك اقل من 3 لو 100 جنيه وسلوز جنيه بيبقى اكتر من 7. انت ما بتزودش الاس دي عن كام؟ انت ما بتزودش الاس دي عن 6. خلاص؟ طيب لو انا جيت قلت لك انا عايز اصمم الجريتر. طيب هتيجي تقول لي انا عارف ان في حاجه اسمها هيدوليك ديزاين وفي حاجه اسمها ستراكشر ديزاين. شوف السنه اللي فاتت بقى بالظبط. الهيدوليك ديزاين الهدف منه ان انا اعرف عدد فتحات الكوبري قد ايه، خلاص كده، وفي نفس الوقت عرض الفتحه قد ايه، تمام. ولما افصل الكلام ده ابدا اشيك على اللصوص، ده الهيدوليك ديزاين، عشان ادخل بعد كده على الستراكشر ديزاين. طب الستراكشر ديزاين تبدا تعمل ستراكشر ديزاين للوينج وول وللبيل والابطمنت، خلاص كده، وللجيت وللبريدج طبعا، للايه؟ وللبريدج. طيب تمام، كلام جميل. خلينا دلوقتي نركن البيل ده اهو على جنب، نركن ايه؟ او نركن الستراكشر ديزاين على جنب. خلينا نقول دلوقتي ان انا عايز اشتغل على الهيدروليك ديزاين. لو انا جيت اشتغل على الهيدروليك ديزاين، فبنقول ان انا عندي قطاع الترع ماشي بالمنظر ده كده، لو عرض بي ودي واي ودي زد. طيب انا هنبدا نصمم. هقول اول حاجه انا عايز اعرف الكيو كام. فالكيو كانال بتيجي بثلاث طرق، يا اما الكيو كانال بتساوي كيو جيفر، يعني هو مديني كيو كانال خلاص جاهز، او ان الكيو كانال بتساوي الووتر ديوتي اللي هو القانون المائي في الاريا سيرفنت المساحه المخدومه على 24 في 60 في 60، او يضطرني ان انا احسبها ان الكيو كانال بتساوي الاي كانال في الفي كانال. طب الاي كانال بتساوي بي في واي زائد زد في واي تساوي بي، والفي كانال 1 على ان ار اس 2 اس اس نص، الاس هو البيت سلو والار هو الاي على بي، الاي هي بي واي زائد زد في واي تربيع، والبي هو بي زائد 2 واي جاز زد تربيع زائد واي.
الفكره كلها هو الواي هنا ارتفاع الميه، هل هو ارتفاع الميه في الار ستريم ولا في الداون ستريم؟ بمعنى ان انا لو عندي هنا منسوب ميه وهنا منسوب ميه ثانيه، هل انا اخد الواي في الداون ستريم ولا اخد الواي في الار ستريم؟ هي في الداون ستريم. انت هتيجي دلوقتي تقول ان الكيو فينت بتساوي الكيو كانت، يعني الكيو اللي المفروض تعدي من الفنت هي الكيو كانت. طب انت بتحسب بقى التصرف اللي عندي في الداون ستريم ولا التصرف اللي عندي في الار ستريم؟ فانت لو حسبت التصرف اللي عندي في الار ستريم يبقى انت بتصمم هتضل يعدي لك التصرف اللي في الار ستريم. طب انت عملت ايه؟ انت بتصمم عشان تعدي في الداون ستريم كميه تصرف معينه، يبقى انت عندك كميه تصرف 100 عايز تخليها 40، انت بتصمم على 40 ولا 100؟ 40. ال 40 طب الارتفاع ال 40 4 متر، الارتفاع 100 6 متر، يبقى انت هتصمم على الاربعة. يبقى الواي اللي انت بتشتغل عليها هي الواي في الداون ستريم. وخلي بالك عشان ساعات الدكتور بيجيب لك الاثنين عشان يلخبطك، او هو مش عشان يلخبطك ولا حاجه، هو احنا هنستخدم الواي داون ستريم في حاجات والواي اب ستريم بعد كده. لما نيجي ناخد الاستراكشر ديزاين هتلاقي ان هو لازم يديك اصلا منسوب الميه في الداون ستريم ومنسوب الميه في الداون ستريم، ولكن انت لما بتشتغل في الهيدروليك ديزاين على الواي داون ستريم. طب الكيو فينت بتساوي الام الاريا فينت في الفي فينت. الفي فينت بتكون من 2 ل 3 الفي كانال، وبتكون من 1 ممكن توصل ل 2.5، ممكن توصل ل 2 2.5 2 او 2.5 خلاص كده. طيب السنه اللي فاتت لو تفتكر كنا بندي لك الكباري وكنا بنقول لك ان الكوبري بتاعك او الكوبري او الكارفر كان بيبقى السرعه من 1 ل 1.5. طيب احنا عارفين الاول السرعه هتقلش عن 1 ليه؟ عشان القطاع بتاعي يكون اقتصادي خلاص؟ لان لما السرعه هتقل هيحصل ان القطاع بتاعك مش هيبقى اقتصادي بس مش اكتر على فكره. زائد ان انت دلوقتي ممكن يحصل تقصير في المنطقه دي، وانا مش عايز احصل تقصير في منطقه الجريد. طيب ليه ما تزيدش عن 2.5؟ قال لي عشان المحط ورا المنشأ. طب ليه زادت قوي ل 2.5؟ لان انا بعمل المنشأ اتفلش. ليه؟ لان ده منشأ حجز، صح يا جماعه ولا ايه؟ ده بيختلف عن الكوبري. الكوبري كنت بعمل الفرشه بتاعته في منطقه الكوبري وشكرا على كده، صح كده؟ ولكن هنا انا بعمل لده فرشه، صح؟ ليه؟ مش ده منشأ حجز، هضطر احسب له ايه الريكيوليشن وايه السكور والكلام ده كله، ولا انا غلطان؟ مش ده منسوب الميه في الامام وده منسوب الميه في الخلف؟ لو انا دلوقتي عندي ريجليتر، مش انا لما اجي اصمم ريجليتر هفترض ان ده كده ريجليتر، هنا منسوب الميه في الاب ستريم وهنا فاضي، يبقى عندي اتش ماكسيمم، واتش ماكسيمم دي هسيبها بالكيوليشن وهسيبها على الاسكاور، هيبقى عندي الطول في الداون ستريم هيبقى كبير لانه لازم يسيب يا الاسكاور يا يسيب البايبنج، صح كده؟ يبقى كده كده انت عندك في الداون ستريم في فرشه طويله، فانت ممكن تسمح بسرعه عاليه لان كده كده مش هيحصل اسكاور نتيجه السرعه. طيب فانت ممكن توصل بالسرعه بتاعتك ل 2.5 مفيش فيها مشكله. يبقى الاريا فينت اللي بتساوي كيو فينت على الفي فينت، انت معاك كيو فينت والفي فينت، الكلام ده بيساوي ان في اس باشمهندس يا كيو في الهندره. نعم كيو في الهندره. كيو ايه في الهندره؟ كيو كانت ايه او ستريم؟ الكيو اللي هتقف خمس سنين دول بس كيو في الهندره انت ما كانش ليك دعوه بيها. كيو في الهندره اللي هي كيو بتساوي 2 على 3 في السي دي في بلس 2 جي فيتشرز 1.5. فالتصرف ده هو اللي كان بيعدي في الدوري ستريم اصلا. التصرف ده هي التصرفات اللي في الدوري ستريم. يعني الكيو اللي انت بتجيبها هنا هي الكيو اللي راح الدوري ستريم. اللي راح الدوري ستريم. اه. مالهاش دعوه في الدوري ستريم خالص. دي الكيو اللي بتعدي من الهضاب فبتروح الدوري ستريم. مش فاهم ده الكيو ايه. عايز ترسم الاي او ستريم احسبها من معادله الاي في الفي. عايز ترسم كيو داون ستريم احسبها من معادله الاي في الفي. او لو دخلت معادله الكيو بتساوي 2 على 3 سي دي بي كاز 2 جي اتش اس 1.5 تديك نفس الكيو ده، لان دي المايه اللي بتعدي منها الاضداد. دي بيعدي بتفضل الاي ستريم ولا داون ستريم؟ في مسألة من المسائل، انت عشان تعرف تشتغل هنا بتجيب الكيو في الداون ستريم وبتساويها بالكيو بتاعت الهضاد عشان تعرف المعاملات بتاعت الايه؟ الهضاد البيولوجي. طب انا بصمم
بتكلم على الدراما ستريم ده الصغير صح؟ طب ده هو مش ممكن بقى تحس ان انا بس بتكلم عليه وايف تيست الوايف اللي مش موجود دلوقتي في الكونتراكشن يعني انا جبت الاس على الكيو الصغيره بقى تعمل تشيك على الكونتراكشن بس على الكيو الصغيره ولا الكيو الكبير؟ نعم الكيو الصغيره هنا ولا هنا؟ ايوه الكيو تعمل تشيك على الكونتراكشن عشان يبقى معمول ازاي؟ فالمفروض ان مساحه مساحه الريجليتور انك لما تعمل الريجليتور كده بيبقى ليه عدد الفتحات ان وليه عرض الفتحه اس. ارتفاع الميه جوه الريجليتور هو الواي في الداون ستريم صح؟ لان منسوب الميه بيمشي فريم وليس من تحت منسوب ايه؟ ضغط. فبقول ان هو ان في اس في واي داون ستريم. طيب ما انت معاك الواي داون ستريم عشان ان واحد واثنين وثلاثة وأربعة وبتخيط خمال الاس الاس صغيرة لأقرب نص متر وبتتاخد من أربعة لستة متر. يبقى أنت دلوقتي بتاخد الاس من أربعة لستة متر ولازم تقربها لأقرب نص متر عشان الإسبان بتاع البوابات طيب عملت الكلام ده نبدأ نتكلم على الرصف الفراغ. معدل الفراغ بتاعتك ان الهيد لوس بيساوي في كنل تربيع على الدين الجي في السي تربيع في الاريا بتاعت الكنل على الاريا بتاعت الفنت كل تربيع ناقص واحد. طيب دي نفس المعادله لو تفتكر بتاعت الهيد لوس بتاعت الكباري ما هي نفس الفكره. ما هو الكوبري كان حيطه فوق وحيطه تحت وحيطه في النص والميه بتعدي ما بينهم فهو نفس معادله اللوس. فالبي كانل المفروض انت جبتها خلاص. طيب وبعدين السي هي اما بتبقى ب 72 او ب 82 او ب 92. هنا لما الاسبان يكون اصلا من اثنين وانت اصلا مش هتستخدم الرقم ده اساسا. هنا الاسبان من اثنين لاربعة وهنا الاسبان اكبر من اربعة. خلاص كده؟ يبقى معظم شغلك هيبقى على ان الايه؟ ب 92. يبقى السي اصلا معظم الشغل ده هيبقى على ال 92. طب الاريا كانل والاريا بنت سهل ان انت ايه؟ تجيبها. يبقى الاريا كانل والاريا بنت سهل ان انت تجيبها. المفروض ان الهيد لوس لا يزيد عن الهيد لوس اللي هو بيبقى حوالي 20 سم او هو بيديهولك في الايه؟ المسألة. ده التشيك الاولاني. التشيك الثاني هو تشيك على الكونتراكشن. تشيك على الكونتراكشن انك بتجيب مسافه الاختناق الفا عشان يا باشمهندس ما نوصلش اللي انت بتقول عليه اللي هو التقارب في منسوب الميه. فالالفا هي عباره عن الفيرن في الاريا كانل في الداون ستريم ناقص الاريا فينت على الاريا كانل في الداون ستريم. المفروض ان الرقم ده يطلع اصغر من 4 من 10. يبقى المفروض الرقم ده يطلع اصغر من 4 من 10. طيب افرض ساعات ودي بتشوف بقى يعني ايه ساعات الدكتور محمود ما بيلزمكش بيه خلاص عشان الوقت ان لو الكونتراكشن هنا طلع انصيف خلاص تعيد الحسابات تاني. انت فاهم؟ بس دي ساعات يعني احنا لما اتكلمنا مع الدكتور محمود السنه اللي فاتت فيها قال لك لا عشان الوقت بلاش يعمل دي يعني بلاش يعمل يعني هو المفروض انت وصلت ان الكونتراكشن انصيف تقوم انت تساوي الكونتراكشن بالقيمه السيف تساوي اريا كانل ناقص الاريا بنت على اريا كانل. تجيب الاريا بنت الجديده وتجيب منها ان واس بس هو الدكتور محمود قال لا بلاش تعمله كده عشان هيضيع وقت. هيعمل ايه؟ يبقى الكلام ده هيضيع له وقت فبلاش ايه؟ يعمل الشيك ده كده السنه اللي فاتت. هنأكد عليه برضه السنه دي هل كده صح؟ هل نفس الكلام السنه دي ولا ايه الدنيا فيها؟ يعني لو صح مش هنعمل الشيك ده اصلا. مش ولا اعمل التشيك ده وشوف هو سيف ولا انصيف بس ما تغيرش. هو ما تغيرش. هو الهدف الاساسي اللي انت مش عارفه ان حتى لو ده التشيك ده طلع انصيف عادي. ليه بقى؟ لان في معادله ثانيه بتقول ان الهيد لوس هي الالفا في البيتا في بيتا في في بنت تربيع على 2 جي. في معادله برضه ثانيه للوس. طب معتمد على البيتا. البيتا دي شكل الايه؟ شكل البيتا. يعني حتى لو الالفا كانت انصيف خلاص بتشوف اللوسز سيف ولا انسيف بنتيجه الايه؟ خلاص
الهدف الاساسي انك تعرف عدد الان والاس اللي تديني او ما يحصلش عنها لصص اكبر من المكسب. ماشي يا شباب؟ تمام كده؟ ساعات في الامتحان وده حصل يمكن السنه اللي فاتت ان هو ادالهم الان. مثلا تجيب الاس وتحسب الايه؟ اللصص. خلاص كده؟